وقعت مصر وبوريندي بروتوكول تعاون عسكري مشترك في غضون تصاعد التوترات مع أثيوبيا على خلفية عدم التوصل إلى اتفاق قانوني بشأن سد النهضة. فما هي أهمية هذا الاتفاق؟ بروتوكول التعاون العسكري الموقع بين البلدين هو الثالث من نوعه في غضون أيام بين مصر ودولة في حوض النيل، بعد أن وقعت مصر اتفاقا مماثلا مع أوغندا قبل أيام، وسبقها توقيع مماثل مع السودان في مارس الفائت. المتحدث باسم الجيش المصري قال إن البروتوكول يهدف إلى التعاون في مجالات التدريب والتأهيل، بما يتيح تبادل الخبرات بين الجانبين، إضافة إلى تأكيد توافق الرؤى تجاه الموضوعات التي تمس المصالح المشتركة لكلا البلدين. اتفاق عسكري يأتي بعدما فشلت آخر جولة مفاوضات بين مصر وأثيوبيا لترتيب تفاهم بين الدول مصب النيل وهي مصر والسودان مع دولة المنبع وهي أثيوبيا، التي قررت بناء وملء سد ضخم على نهر النيل بشكل انفرادي، تخشى باقي الدول من تبعاته على حصتها من المياه التي تستقيها بشكل شبه كامل. وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا من عدم استقرار لا يمكن تصوره قد تواجهه المنطقة بسبب السد الأثيوبي، قائلا إنه لن يسمح لأحد بأخذ قطرة واحدة من مياه مصر. مصر ترى، التي تعتمد على النيل في حوالي 97% من مياه الري والشرب، ترى في السد تهديدا وجوديا، كما يعرب السودان عن قلقه من أثر بناء هذا السد وملئه على تدفق المياه في أراضيه. أما أثيوبيا فتعول على السد في تعزيز قدرتها على توليد الكهرباء، فضلا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. على ضفاف النهر الخالد النابع من قلب الهضبة الإثيوبية وبحيرة فيكتوريا، توجد دول حول حوض النيل البالغ عددها 11 دولة، وتمتد من دول المنبع في شرق ووسط إفريقيا إلى دول المصب في شمال القارة السمراء. يعتبر نهر النيل أحد أطول الأنهار في العالم، وتتسع مساحة الدول الممتدة على ضفافه إلى 3,400,000 كيلومتر مربع، لتشمل تلك المساحة عدة بلدان منها مصر والسودان وأثيوبيا وأريتريا وبوروندي وأوغندا والكونغو. وللنيل عدة روافد رئيسية، أهمها النيل الأزرق الذي ينبع من الهضبة الإثيوبية ويمثل 80% من المياه المغذية لنهر النيل. أما الرافد الثاني للنهر فهو النيل الأبيض الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا، ثاني أكبر البحيرات العذبة في العالم، والتي تطل على 3 بلدان من دول حوض النيل هي كينيا وأوغندا وتنزانيا. وتشكل دول حوض النيل مجتمعة قوة ديموغرافية كبيرة، إذ يبلغ عدد سكانها أكثر من 500,000 نسمة، أي ما يعادل ثلث سكان القارة الإفريقية. ويعد نهر النيل رابطا وجدانيا بين تلك البلدان، ولتعزيز ذلك الترابط وقعت الدول المشاطئة اتفاقية منذ أكثر من 20 عاما عرفت بمبادرة حوض النيل لتعزيز التعاون السياسي والاجتماعي بين تلك البلدان. إذن وأيضا في إطار الجهود الدولية الرامية لحل أزمة سد النهضة، كشفت مصادر دبلوماسية للشرق أن روسيا تعتزم عرض وساطتها أيضا في هذا الملف. وفق المصادر فإن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيعرض الوساطة على مصر غدا حين يزور القاهرة. في أكتوبر عام 2019 أعلنت روسيا استعدادها للوساطة بين مصر وأثيوبيا في أزمة سد النهضة عقب وصول المفاوضات إلى طريق مسدود. في يوليو العام الماضي أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو قدمت عرضا لمصر والسودان وأثيوبيا بتقديم المساعدة الفنية بشأن أزمة سد النهضة. وفي أغسطس الماضي السفير الروسي لدى القاهرة أكد أن بلاده تحاول إقناع أثيوبيا بتسوية النزاع بشأن السد سلميا دون إلحاق الأذى بجيرانها. أما في أكتوبر المنصرم فقد أعلنت موسكو عن أملها في توصل الدول الثلاث إلى ما وصفته بصيغة توافقية بشأن السد تضمن مصالح الشعوب في الدول الثلاث. وفي أبريل الجاري أفادت مصادر دبلوماسية بأن وزير الخارجية الروسي بسدد عرض وساطة بلاده على مصر في ملف أزمة سد النهضة.
إذن دعونا نسأل من هذه النقاط التي استجدت حول هذه الأزمة الطويلة، هل يغير جدار التحالفات العسكرية الذي تبنيه مصر في حوض النيل من موقف أثيوبيا؟ وكيف ستساعد هذه التحالفات العسكرية في تحريك الموقف الدولي باتجاه تبني موقف من سد النهضة؟ وبعد الحديث عن حرب المياه، ما هي احتمالات التصعيد العسكري بين دول الخلاف؟ حول هذه المواضيع ومواضيع أخرى، هذا الدكتور سمير غطاس ينضم إلينا، هو رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك دكتور غطاس معنا في دائرة شرق. دكتور غطاس، دعني أبدأ من آخر ما عرضناه وهو العرض الروسي أو التدخل الروسي. ماذا يمكن أن تقدم روسيا لحلحلة هذا الخلاف، غير طبعا أن تدخلها قد يغيظ الولايات المتحدة الأمريكية ويجعلها تتخذ موقفا نشطا أكثر، ربما أقوى بالضغط على أثيوبيا لتوصل إلى تفاهم حول ملء سد النهضة؟ يعني مع كل الاحترام للموقف الروسي والمبادرة والمحاولات الوساطة، فإنني لا أعتقد من وجهة نظري وبناء على الخبرات السابقة أن أثيوبيا يمكن أن تتفاعل مع مثل هذه الوساطة. أذكر هنا بأن هذه الوساطة ليست جديدة، وسبق لروسيا أن عرضت أن تستضيف الوفود الثلاثة في موسكو للتفاوض حول أزمة ما يسمى بأزمة سد النهضة، لكن الولايات المتحدة انتزعت منها هذه المبادرة ونقلت هذه الاجتماعات إلى الولايات المتحدة. وبالفعل جرى الاجتماع بين الثلاث دول في الولايات المتحدة بحضور وزير الخزانة الأمريكي وممثل عن البنك الدولي الذي يشارك في بناء السد. وعندما تم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة، وقعت كل من مصر والسودان في الولايات المتحدة على مخرجات هذا الاتفاق، بينما رفضت أثيوبيا التوقيع وعادت أثيوبيا. وبالتالي أثيوبيا التي لم تمتثل للاتفاق مع واشنطن والصندوق الدولي ووزير الخزانة لا يمكن لها أن تمتثل لوساطة. طيب، ولكن ماذا عن العامل الذي ذكرنا؟ لأن ليس بأنه قد يثير غيظ الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا أنك حضرتك للتو ذكرت بأنه هكذا حدث يعني في المرة الأولى. حدث في الماضي ويحدث باستمرار. روسيا، أي منطقة روسيا تستعد والصين لاحتمالات تغيير مركز ثقة للسياسة الأمريكية الاستراتيجية الأمريكية من الشرق الأوسط إلى جنوب شرق آسيا، وهذا أمر قديم حتى من أيام أوباما، تستعد لكل منطقة تخليها الولايات المتحدة أو تنسحب منها سياسيا أو عسكريا. روسيا تحاول تملأ الفراغ، لكن نحن نتحدث عن تقييم المبادرة، هل تنجح أم لا تنجح. روسيا حاولت أن تتدخل في ليبيا لكنها في النهاية انسحبت من ليبيا، والولايات المتحدة هي التي قادت الأمر. وبالتالي المسألة لا تتعلق بالنوايا والمبادرات، سوف تتفاعل مصر وأثيوبيا بالتأكيد مع هذه المبادرة، لكن تقديري أنها لن يكتب لها النجاح. نعم. طيب دكتور غطاس، بالعودة إلى هذا الجدار العسكري الأمني الاستخباراتي في حوض النيل الذي تحاول أن تبنيه مصر، ويبدو أنها تنجح بشكل يعني متسارع، ما الهدف منه؟ هل هو فقط رسالة سياسية؟ هل هو حاجة عسكرية؟ كيف سيغير موازين القوى؟ بأي شكل، بأي معنى سوف يمكن أن يضغط على الموقف الأثيوبي ويغيره؟ يجب أن نقول أولا أن مصر كانت انسحبت من أفريقيا بعد ما كان لها اليد الطولة والقوى الأساسية في أفريقيا في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس مبارك. انسحبت مصر تقريبا من أفريقيا وتركت الساحة لقوى عديدة. الصين ملأت القسم الأكبر من هذا الفراغ، ما يزال لقوى مثل فرنسا وبعض الدول الأوروبية نفوذا في أفريقيا، وهناك نفوذ لدولتين أخريتين هما إسرائيل التي لها علاقات كاسحة مع عديد من الدول وخاصة مع أثيوبيا، وتركيا التي وقعت هي وإسرائيل نفس الاتفاق مع أثيوبيا. كلتا البلدتين أو الدولتين وقعت مع أثيوبيا اتفاقا يقول تنمية الموارد المائية وحمايتها، وبالتالي هاتين الدولتين يعني منغمستان بالكامل في الوضع الأثيوبي. لكن أثيوبيا تستند، السؤال الكبير هو على ماذا تستند أثيوبيا عندما رفضت التوقيع في الولايات المتحدة وعادت وتصر على الملء
جدولها الزمني الذي تقول أنه في شهر 6 القادم، أي أن هناك 60 يوم يفصلون تقريبا أو أكثر قليلا عن ملء السد ب 13.5% مليار متر مكعب، ليصل ما تحجزه خلف السد العالي إلى 18 مليار متر مكعب، يهدد السودان بالدرجة الأولى. مصر قالت في تحذير واضح بعد أن استنفذت كل طرق التفاوض، نتفاوض منذ أكثر من 10 سنوات، جربنا التفاوض داخل وخارج، أثيوبيا جرت مصر والسودان إلى المظلة الأفريقية وتصر ما تزال تصر عليها، مصر والسودان طرحتا أن تتسع هذه المظلة لتضم دول أخرى، تكون هناك هيئة رباعية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة، أثيوبيا تصر لا وتصر على الملء في هذا التوقيت. وبالتالي مصر طرحت أنه قواعد أساسية، قالت نحن لا نهدد على الإطلاق، لكننا نقول أنه لا يجب المس بقطرة مياه من 55 مليار متر مكعب. أذكر هنا بأن أثيوبيا وعدد من الدول الإفريقية لم تعد تعترف بحصة مصر، تقول أن هذه الاتفاقات التي حددت حصة مصر والسودان هي اتفاقات قديمة وأننا لا نلتزم بها ولا نعترف بها. وبالتالي مصر قالت أن الخيارات كلها موجودة على الطاولة، هذه الخيارات منها الخيار العسكري الذي لا يجب استخدامه إلا يعني إذا فعلا مس، لأنه كما أشار الرئيس وأنا قلت في أكثر من لقاء تلفزيوني أن هذه تهديد وجودي لمصر. مصر عندما قيل أنها هبة النيل، هي بالفعل هبة النيل، ذكرتم أن 97% من المياه تأتي من النيل، مصر بدون النيل هي صحراء، لا يمكن أن نشرد 10 مليون مزارع مصري، لا يمكن أن يعطش المواطنين، لا يمكن أن نوقف الكهرباء، لا يمكن إلى آخره. وبالتالي هذه أزمة وجود، وعلى أثيوبيا أن تتفاهم هذه المسألة. أشدد هنا على أن الخلاف حول نقطتين أساسيتين أو 3 نقاط. النقطة الأولانية هي أن الملء يجب أن يتوافق وفق جدول زمني ليس في سنتين ولكن بين 5 إلى 7 سنوات. النقطة الأساسية الأخرى هي أنه في سنوات الجفاف يجب ألا تحجز أثيوبيا المياه، وإلا فإن أثيوبيا مصر والسودان سوف تعطش في سنوات الجفاف. النقطة الأخيرة هي أن يكون هناك تحكيم دولي، إذا اختلفنا مع أثيوبيا فيجب أن نعود إلى تحكيم دولي يقرر يعني المصلحة للجميع. لسنا ضد مصر، ليست ضد تنمية أثيوبيا ولا استخراج الكهرباء. طيب دكتور غطاس، شكرا لك على كل يعني هذه المعلومات ورسم الموقف والصورة بدقة وشمولية مهمة، ولكن أنت طرحت سؤال أنا بانتظار جوابك عليه، على ماذا تعتمد أثيوبيا؟ نعم، طيب على ماذا تعتمد أثيوبيا؟ أولا الموقف الأمريكي ليس موقفا حاسما، بدليل أن الولايات المتحدة تركت أثيوبيا لا توقع على اتفاق في واشنطن وبحضور وزير الخزانة والبنك الدولي وذهبت، وبالتالي لم تعاقبها، وهذا في عهد الرئيس ترامب. الآن الموقف الأمريكي يقول على الأطراف أن تعود للتفاوض، وهو ضد الإجراءات الأحادية، لكن لم يقل إلى أي حد يمكن أن يستخدم، وله إذا أراد فله القدرة على منع أثيوبيا من اتخاذ موقف أحادي. هذا واحد. اثنين، من يبني سد النهضة؟ الصين وإيطاليا، وبالتالي هو يعتمد، واستثمارات أيضا أخرى عديدة داخل أثيوبيا هي التي تعتمد عليها وتسند ظهرها إلى جانب عمقها الأفريقي. أقول هنا بأسف شديد من نتيجة انسحاب مصر من أفريقيا، قوة أخرى ملأت كثيرا وأصبح هناك ما يمكن أن نسميه تحالف أو توافق بالدقة الشديدة، توافق ما بين أثيوبيا وجنوب أفريقيا مثلا وبين عدة دول أفريقية أخرى. طيب هل هذه التحالفات التي تقوم بها مصر اليوم تقلب الموازين بما يتعلق بالبعد الأفريقي؟ الوقت رح يخلص، بحاجة لإجابات قصيرة لو سمحت. تقلب لا، لكن تحسن من الوضع، لأنه إذا تحدثنا من الجانب العسكري العملياتي، وأنا أتحدث هنا بشكل يعني مهني واضح، إذا أرادت مصر أو قررت مصر أن تستخدم العمل العسكري فيمكنها دون الاستعانة بهذه الدول الثلاث، لأنه لديها الرافال ولديها القدرة على أن تمس بالسد. لكن مصر لم تتحدث عن الخيار العسكري، وقالت أنها تحذر فقط أن يتدهور الأمر إلى هذه المسألة، لكنه يحسن شروط وضع مصر ويمثل ورق الضغط على أثيوبيا. لكن من الواضح أن أثيوبيا لا تنصاع لأي ضغوطات، وهي مصرة على الملء فيه، وإلا
أنه اعتقد ان مصر والسودان ذاهبتان في القريب العاجل الى الامم المتحده الى مجلس الامن ربما لاستصدار قرار وفق البند السابع ربما. دكتور غطاس، هذا الدرب جربته مصر فضل. الذهاب الى مجلس الامن كان يعني طريق مسدود، هل اليوم تتوقع بانه الحظوظ اكبر بالنسبه لاستصدار قرار من مجلس الامن تحت البند السابع قرار ملزم؟ هناك حركة دبلوماسية واسعة تقوم بها كلتا الدولتين مصر والسودان لمحاولة الحصول أولا تفادي فيتو من الصين مثلا التي تشارك كما قلت في صناعة السد ولها مصالح في أثيوبيا والدول الأفريقية كلها، وعلى مصر والسودان أن يضمن الحصول على 9 أصوات من 15 في مجلس الأمن حتى يحصل على قرار ملزم وفق البند السابع. هذا نعم، ربما اليوم زيارة روسية إذا تأخرنا كثيرا لكن الوقت تأتي بأهمية في هذا ما تذكره. طبعاً. شكراً لك يا دكتور. دكتور سمير غطاس، هذه معركة لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية. طبعاً. دكتور سمير غطاس دائماً مشكور على كل هذه المعلومات، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، حدثنا من القاهرة. شكراً لك على المشاركة في دائرة الشرق.